السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد، درس جديد في قناة المنهد. اليوم راح ندير معكم تمرين 15 من السلسلة اللي حليناها مع بعض، اللي هي تتعلق على تريد مشكل. يعني في سنة رابعة متوسط كاين بزاف مشكل مع التلاميذ، انه تريد مشكل ما يعرفوش من قصة او من لغز او من مشكل رياضي مكتوب يعني باللغة العربية ومكتوب هكا بتعبير لغوي، كيفاش يحولها الى معادله او الى تعبير رياضي. فالاشكال اللي صرا مع التلاميذ انه هذا اللغز ما قدروش يستوعبوه، للاسف ما كفيناش الوقت باش نخدموه مع بعض في القسم، فقلت علاش لا ما نديروش على شكل فيديو، منها يستفادوا تلاميذي ومنها يستفادوا تلاميذ اخرون. اذا تابعوا معايا. اللغز او المشكل او تريد مشكل عندي امامي ماذا يقول؟ يقول أن زبون أتى إلى تاجر البيض وقال له أعطني نصف ما عندك من البيض زائد نصف بيضة، وأتاه آخر وقال له أعطيني نصف ما تبقى من البيض ونصف بيضة، وأتاه الثالث فقال له أعطيني نصف ما تبقى من البيض وأيضا نصف بيضة. إذا علمت أن التاجر لم يكسر أي بيضة، كم بيضة أخذ كل زبون؟ هنا هذا الإشكال ما قدروش يستوعبوه، إذا احنا راح نبدأ ونخدمه بطريقة رياضية. لنفرض أنه عدد البيض الموجود عند التاجر هو X، هذا أول شيء راح نفرضه. فالشخص الأول رقم واحد أخذ نصف ما كان عند البائع زائد نصف بيضة، إذا أخذ نصف الكمية وزائد 0.5 بيض، لأنه هو لم يأخذ فقط نصف الكمية، أخذ نصف الكمية زائد نصف بيضة. إذا البيضة هي رقم واحد، ما هو نصفها؟ ما هو نصف الواحد؟ هو 0.5. إذا ماذا تبقى؟ الباقي كم؟ أول باقي يجب أن نجده. إذا الباقي هو عدد البيض الكلي الذي كان x ناقص هذه الكمية التي أخذها البائع أو الشاري الأول، المشتري الأول. هذا أول خطوة نقوم بها. إذا x ناقص x على 2 زائد 0.5 هي x على 2 ناقص 0.5. هذا هو الباقي رقم واحد أو الباقي المتبقي في المرحلة الأولى. الآن أتى المشتري الثاني. المشتري الثاني طلب نصف هذه الكمية زائد نصف بيضة. إذا سوف نقسم هذه الكمية. إذا x على 2 ناقص 0.5 اللي هو الباقي الأول، الباقي رقم واحد أو الباقي الأول موجود لدى البائع. هذا سوف أقسمه على ماذا؟ على 2 زائد نصف بيضة زائد 0.5. إذا نكمل. الآن x على 2 لما نقسمها مرة أخرى على 2 راح تعطيني x على 4، و 0.5 عندما أقسمه على 2 راح تعطيني ناقص 0.25، دون أن أنسى أن هناك نصف بيضة قد أخذها أيضا المشتري رقم 2. إذا الآن سوف أقوم بحساب ما أخذه المشتري الثاني. x على 4 0.5 ناقص 0.25، إذا يتبقى لدي 0.25. إذا هذا ماذا كان؟ هذا كان ما أخذه المشتري رقم 2. الآن سوف نقوم بحساب الباقي الجديد. سوف أقوم بحساب الباقي الجديد. ما هو الباقي الجديد؟ هو الباقي الأول ناقص ما أخذه المشتري الثاني. إذا x على 2 x على 2 ناقص 0.5. ماذا أنقص منها؟ أنقص منها ما أخذه المشتري رقم 2 اذا x على 2 عفوا x على 4 هنا. اذا x على 2 ناقص x على 4، اذا الباقي هو x على 4، وناقص 0.5 ناقص 0.25 هي ناقص 0.25.
75. إذن هذا ما هو؟ هو المتبقي الجديد أو الباقي رقم 2. باقي رقم 2. الآن أتى المشتري الثالث، والمشتري الثالث أخذ أيضا نصف الكمية. نذهب نقرأ التمرين. وأتاه الثالث فقال له أعطيني نصف ما تبقى من البيض ونصف بيضة كالعادة. فالآن الباقي الثاني سوف نقسمه أيضا على 2 لكي نجد ما أخذه المشتري رقم 3. إذن x على 4 ناقص 0.75 تقسيم 2، فيصبح المشتري الثالث ماذا أخذ؟ أخذ x على نسينا 0.5 زائد 0.5 زائد 0.5، فتحصل على x على 8 ناقص 0.375 زائد 0.5. إذن كم أخذ المشتري رقم 3؟ إذن نجيب الآلة الحاسبة باش ما نغلطش. إذن 0.5 أنقص منها 0. هي x على 8 ناقص 0.125. جيد، الآن عرفنا كم أخذ المشتري رقم 3. إذن هذا ما أخذه المشتري رقم 3، هنا زائد عفوا. إذن هذا ما أخذه المشتري رقم 3. إذن كم تبقى للشخص أو للبائع؟ كم تبقى لديه؟ كم كان الباقي الثاني؟ هو هذا. إذن هذا سوف أنقص منه ما أخذه المشتري الثالث فأجد ما تبقى لصاحب المحل. إذن x على 4 ناقص 0.75 سوف أنقص منها x على 8 ناقص 0.125. إذن كم ستحصل؟ x على 4 ناقص x على 8 يبقى x على 8 و 0.75 ناقص 0.875. جيد، هذا هو الباقي الجديد. إذن هنا ركزوا معي في الباقي الجديد لأنه هو المفتاح اللغز، راح نديره في إطار أحمر لأنه مهم جدا. هذا هو الباقي الأخير أو ما تبقى لدى البائع بعدما باع لكل من المشتري الأول والثاني والثالث. إذن هذا سوف يؤول إلى حل معادلة، تابعوا معي. إذن الآن المتبقي هو x على 8 ناقص 0.875. إذن x على 8 يساوي 0.875. عرفت وجدرت، هذه يدي تم الجهة الأخرى، حطيت المعاليم في جهة والمجاهيل في جهة. إذن x في الأخير كم يساوي؟ يساوي هذا في هذا، يساوي 0.875 ضرب 8. يا ترى x كم يساوي؟ بالآلة الحاسبة يساوي بالضبط 7.
إذا كم كان عدد البيض الموجود عند البائع؟ كانت 7 بيضات. لنتأكد ونرى هل فعلا لم يكسر أي بيضة عندما باع، نأخذ قيم المشتريات الثلاثة. إذا نبدأ بالمشتري الأول. إذا البائع الأول كم أخذ؟ شوفوا معي الأول كم أخذ. أخذ إكس على 2 زائد 0.5. نعوض إكس الآن ب7. احنا لقينا 7، بنشوف إلى صح ده عدد طبيعي من البيض أو قام بكسر أحد البيضات لكي يبيعها للمشتري الأول. إذا نبدأ بالشخص الأول، هنا هي 7، نختم بالأحمر. سوف أعوض في هذه العبارة، هذه نعوضها ب7. إذا تصبح 7 على 2 زائد 0.5. إذا كم تصبح؟ 7 على 2 هي 3.5. 7 على 2 هي 3.5 زائد 0.5 تصبح بالضبط 4. إذا المشتري الأول أخذ كم؟ أخذ 4 بيضات. أخذ 4 بيضات. إذا المشتري الأول أخذ 4 بيضات. إذا الشخص الأول أخذ 4 حبات بيض. الآن نروح للمشتري الثاني. لاحظوا بلي المشتري الأول فعلا أخذ 4 حبات من البيض، يعني فعلا لم يكسر البائع ولا بيضة لكي يبيعها للمشتري الأول. الآن نذهب للمشتري الثاني. ها هو المعادلة التي تمثل المشتري الثاني. نعوض إكس ب7 فتصبح 7 على 4 زائد 0.25. إذن الآن بالآلة الحاسبة 7 تقسيم 4 هي 1.75. لما نضيف لها 0.25 راح تعطيني بالضبط 2 بيضة. إذن المشتري الثاني كم أخذ من بيضة؟ أخذ بيضتين. إذن فعلا اشترى المشتري الثاني عدد طبيعي من البيض، وفعلا البائع لم يكسر ولا بيضة. فلنذهب الآن إلى المشتري الثالث. إذا هذا هي المعادلة التي تمثل المشتري الثالث. راح نحسبه بالإكس اللي هو 7. إذا تصبح 7 على 8 زائد 0.125. ما كتب حبتش تكتبها على تابلت. إذا نحسبوها بشفهيا. إذا 7 تقسيم 8 هي 0.875. لما نزيد لها 125 راح تعطيني بالضبط 1. إذا الشخص الثالث اشترى بيضة 1. وبهذا نكون كملنا اللغز هذا الرياضي اللي حير بزاف تلاميذ تاع السنة الرابعة متوسط. إن شاء الله تكونوا فهمتوه، إن شاء الله تكونوا ركزتوا معايا شوي، لأنه الكتابة كانت شوية مش مليحة. وبهذا نكون كملنا الفيديو تاع اليوم. إذا نتمنى لكم يوم طيب، إلى اللقاء.